زار وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند القاعدة البريطانية في البحرين رفقة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول بريطاني بعد الاتفاق الثنائي الذي يسمح لبريطانيا بإقامة القاعدة من أجل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات في المنطقة. هذه قاعدة بحرية تضم قوات برية بريطانية، ولقد كان جلالة الملك حريصا على بناء إقامة لعائلات القوات البحرية حيث يمكنهم من البقاء لفترة أطول في الخدمة. القاعدة ستكتمل السنة القادمة كما أعلن الطرفان، وسترسو فيها 4 سفن حربية بريطانية لمكافحة الألغام بشكل دائم. وتشمل القاعدة الجديدة مكانا لتخزين المعدات للعمليات البحرية وإيواء أفراد من القوات الملكية البريطانية. هذه التسهيلات تأتي ضمن علاقة طويلة المدى، وكما قلت أنا على مدى 2 قرن من الزمان، وهذه السنة احنا نحتفل ب200 سنة. هذه تعني أن بريطانيا ملتزمة مع أصدقائها، وأن هذه العلاقة الطويلة ستستمر وستتطور، وهذه كلها لصالح دول الخليج والاستقرار المنطقة والاستقرار الخليج العربي ومنع أي خطر عنه، ولضمان حرية الملاحة في الدخول والخروج من باب المندب. وكان قائد القوات المسلحة البريطانية قد صرح بوقت سابق أن افتتاح القاعدة التي تبلغ كلفتها 23 مليون دولار يحمل أهمية استراتيجية، لكون بريطانيا لها مصالح في استقرار هذه المنطقة وفق تعبيره. حكومة البحرين كانت كريمة جدا ببناء تسهيلات مهمة، وهذا يسهل عملنا وخصوصا البحارة، حيث أصبح بإمكانهم المبيت على السفن وإيجاد خزائن خاصة بهم. يرى المراقبون أن التسهيلات التي منحتها حكومة البحرين للقوات البحرية البريطانية تأتي في سياق العلاقة القديمة الجديدة بين البلدين. من العاصمة البحرينية المنامة، محمد العرب، العربية.